من جديد تعود النجمة سماء خشاب للغنى، ويبدو أنها فضلت تركز على الغنى في الوقت الحالي، وخاصة بعد نجاح أغنية قلبي يا ناس وتحقيقها ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا. لكن المرة دي بتعود بأغنية بتناهض بيها العنف ضد المرأة وبتقول بتستقوى. سمية بنرحب بيكي على النشرة اهلا بتاعتك. بيك يا مصطفى. لمين بتقولي بتستقوى؟ بقول بتستقوى لكل راجل ما بيعملش مراته بما يرضي الله، لكل راجل بيشوف انه هو بعضلاته اقوى، مش بعقله، مش بحنيته، مش برجولته. لان انا بشوف الراجل اللي بيتعامل مع الست بعضلاته ده، يعني احنا ما ينفعش نطبق قانون الغابة، لانه يعني صراع العضلات ده او مين اقوى من مين، البقاء للاقوى، ده قانون غابة، واحنا في دنيا مش في غابة. يعني المفروض انه يبقى في حوار، يبقى في عقل، يبقى في كلام، وبعدين نعرف بعض بالمعروف، ينسيب بعض بالمعروف. لكن ان واحد يعني يمد ايده على ست او يضربها، دي انا بحس ان دي مش من الرجولة. يعني لما يعني عملت الأغنية وكتبت في الأول كل التقدير والاحترام للرجل اللي بيحترم ومكانة وجود المرأة في الحياة، مش في المجتمع، في الحياة عامة. بس ظاهرة العنف الأسري أو العنف تحديدا ضد عنف الرجل ضد المرأة دي ظاهرة عالمية، مش موجودة في مصر بس ولا في الوطن العربي بس، موجودة في كل أنحاء العالم. يمكن هي مختفية في أمريكا، لأنه في أمريكا قوانين رادعة جدا وبتتنفذ، ما ينفعش يعني الراجل حتى يشتم مراته ولا يعمل لها كده، لا، في يعني يتبهدل، يتبهدل جامد يعني. فالست هناك ما شاء الله اخد حقها يعني تماما. والله يعني انا شايفه برضو الاتجاهات دلوقتي ان الست يبقى لها دور اكتر، وانه تبقى اخد حقها، وانه ما ينفعش ان احنا نستقل بيها، لان هي اساس الحياه، وهي اساس المجتمع، وهي الام، وهي الاخت، وهي المعلمه، وهي كل حاجه. الست هي الموضوع، فيعني ما ينفعش نقلل من دورها، وما ينفعش انها تهان باي شكل من الاشكال. وانا متحيزه. سمية، انت اخترتي موضوع حساس شويه، ومش مش مش كل الناس بتناقشه في اغنياتهم، واخترتي كمان تركيبه دراميه من خلال اداء تمثيلي بان في البرومو اللي انت طرحتيه من زي ايام. فهل ده كان عن قصد ان انت تناقشي موضوع قريب من الستات اكتر؟ هو مباشر، موضوع مباشر بيناهض العنف ضد المراه. والحقيقه انا خدت رايهم في المجلس القومي للمراه، وشافوا الفيديو واشادوا بيه جدا جدا، وقالوا لي يعني دي حاجه حلوه قوي انت بتعمليها، وعجبهم جدا جدا الفكره، يعني التركيز بشكل عام على الموضوع نفسه. يعني احنا القضيه مباشره، هي قضيه وهي رساله، ورساله خير، انه بنقول للرجاله اللي هم بيتعاملوا بعنف وبيستخدموا قوتهم او عضلاتهم ما ينفعش. وانا هتلاقيني حتى عامله شوط في الاغنيه بعمل فيه كده، بقوله ما ينفعش. يعني ده شعار، تمام. يعني في افريقيا وفي دول كتير الشعار ضرب الرجل للمراه ده، او عنف الرجل ضد المراه ده الشعار بتاعهم كده، علامه دي، تمام. وفي دول تانية كده بس فاهم، فيعني عندنا احنا هيبقى كده طيب، انت فضلت الفتره اللي فاتت ابتديتي تستغلي شويه ادائك التمثيلي في الكليبات الغنائيه، وده ظهر قوي وخدم على فكره الغنى. اي ليه ما كنتيش بتعملي كده في الاول؟ لا، هي جت بالصدفه، لان ده موضوع، دي قضيه وفيها دراما، فيها دراما. يعني قعدت مع المخرج جميل المغازي طبعا، وانا بشكره من خلالكم، وسمع الاغنيه عجبته جدا، وقال لي دي رساله ودي قضيه وده موضوع مهم قوي. وقعدنا نفكر ازاي نتناولها كفيديو كليب، لانه الفيديو كليب مدته يعني ما بيتراوحش من 4 ل5 دقائق، فلازم عشان تحط فيه دراما وتوصل للمتلقي ويفهمها بشكل كويس، انت محتاج فكره واضحه وصريحه وفي وقت قليل، فده موضوع مش سهل. فركزنا على فكره العنف والضرب، وحطينا كذا كاتيجري. يعني احنا جبنا الاندر 20 اللي هم الشباب الصغيرين اللي تحت 20 سنه، لو واحد بيتعامل مع صديقته او خطيبته بعنف وفي الشارع، موضوع مهين قوي يعني. وكمان موضوع المخدرات كمان، وبعدين في كمان سبب من الاسباب اللي خلت ناس كتير قوي تبقى في عنف في الاسره او جوه البيت قدام اطفال، هي المخدرات اللي منتشره بشكل مش طبيعي. يعني انا لو هتسالني تقول لي ايه اللي خلاكي تروحي او ايه الفكره، اولا عايزه اقول ان الفكره دي رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت كمبدع او شخص بتالف او بتلحن او بتمثل او بتغني او وات ايفر، فجاه بتلاقي جات لك فكره، فاللي زرع الفكره جوه مخك هو ربنا سبحانه وتعالى. فانا بعتبر دي رزقه من عند ربنا، الفكره اللي ربنا الهمني بيها ان انا اعملها هي فكره خير،
وفكرة الهدف منها رسالة زي ما عملت قبل كده الحقيقة والسراب، وكان بيناقش علاقة الحما بمرات ابنها. أنا قابلت بعدها ناس بعد عرض المسلسل في الشارع، رجالة كانوا بيشكروني، لا بيقولوا ده رسالة أما تقدمي موضوع اجتماعي بيعالج مشكلة الحما بمرات ابنها. وطبيعي في مجتمعاتنا ما فيش حما ومرات ابنها، ما فيش بينهم الكلاشات دي. فأنا كنت دايما موجهة رسالة أنه دايما عاملي حماتك زي أمك، ودايما خليكي صبورة، ودايما حطي في دماغك انك لما تعمليها كويس ربنا سبحانه وتعالى هيبقى راضي عنك. فبقيت ناس كانت بتشكرني في الشارع، بيقولوا لي واحد مرة قابلني قال لي انا مراتي شكرا قوي على المسلسل، لان مراتي بعد ما شافتك في المسلسل بقت بتعامل امي كويس جدا. فانا سعدت قوي، حسيت ان انا عملت حاجة محترمة ومفيدة وفيها رسالة، بتعلم الستات ازاي يتعاملوا مع حمواتهم، وان لما تصبري وتعتبريها زي امك يعني اكيد ربنا هيكافئك على ده. فده دي رساله برضو. تاثير الفن اللي بتقدميه في الغنى هو نفس التاثير في التمثيل، ولا شايفه ان لسه شويه سميه؟ هيبان بعد الاغنيه التاثير هيبقى عامل ازاي، هيبان بعد الاغنيه دي تحديدا انه له تاثير على الناس. ان الرجاله ربنا هيكرمهم كده، واللي هم اللي مش كويسين مش الرجاله المحترمين الطيبين الحلوين اللي بيدلعوا زوجاتهم يعني. طبعا كل الاحترام والتقدير لكل الرجاله المحترمين اللي متربيين اللي بيخافوا ربنا، لان الرسول عليه الصلاه والسلام برضو وصى على المراه وقال رفقا بالقوارير، يعني شبهنا بالقاروره اللي هي الزجاج، والزجاج سهل كسره، فالست حاجه رقيقه وناعمه سهل كسرها، فما ينفعش الراجل يكسرها، لان المفروض ان دي امه اخته حبيبته مراته صديقته المعلمه بتاعته، هي اساس المجتمع وهي عماد الحياه. فما ينفعش تتعامل معها بعنف، خليك حنين ورقيق ولطيف وظريف، والا انت حر.